السؤال الموالي موجه للسيد وزير العدل والحريات، وموضوعه إلغاء عقوبة الإعدام. كلمة لأحد السادة المستشارين فريق فيدرالي، تفضل. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة المستشارين. يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام قضية سياسية وحقوقية وإنسانية، حيث يتم النطق بهذه العقوبة من مقتضى التشريع الجنائي وضعي موروث عن الحقبة الاستعمارية. إن بلادنا في حاجة إلى تجاوز ثقافة محافظة عفى عنها الزمن أمام المسار الإنساني والدولي الذي انتصر لقيم حقوق الإنسان في بعدها الكوني. كما أن الحكومة لها مسؤولية في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة، خصوصا ونحن نعيش سياقا دستوريا أقر مبدأ الحق في الحياة. إن الحكومة مطالبة في هذا الإطار بإصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية واعتماد سياسة عقابية تقطع مع المقاربة الحالية القائمة على الانتقام والقصاص والجزر، لتحل محلها مقاربة التسامح والإصلاح والتأهيل وإعادة الاندماج. لذلك نسائلكم سيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام بكيفية تامة، عبر التشطيب عليها من كل القوانين التي تنص عليها، وذلك انطلاقا من كون الحق في الحياة التزام دستوري على الحكومة واجب العمل على تنفيذه في أقرب الآجال. وشكرا. شكرا سيد المستشار المحترم. كلمة لكم سيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد المستشار. بالفعل الموضوع له طابع حقوقي سياسي إنساني وربما أكثر من ذلك، ولذلك الخلاف في هذا الموضوع ليس خلافا وطنيا، وإنما الرأي العام العالمي منقسم إلى شطرين. هناك 98 دولة التي أقرت إلغاء عقوبة الإعدام، وهناك 93 دولة التي ما زالت تقر هذه العقوبة. وداخل هذه 93 هناك 57 دولة تحكم محاكمها بعقوبة الإعدام لكنها لا تنفذه، وعندنا دول أخرى لعددها هو 36 دولة ما زالت محاكم وتحكم بالإعدام وتنفذه، ومن جملتها محاكم الولايات المتحدة واليابان. بالطبع هذا الموضوع بالنسبة للمملكة المغربية معلوم أنه منذ سنة 93، أي منذ 20 سنة، المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام، بالرغم من أن محاكم المملكة تقضي به بالنسبة للجرائم الخطيرة. بما أنه محاكم المملكة وإن كانت تقضي، إلى أن المملكة بالنسبة لقرارها السياسي يقضي بأن لا تنفذ، فبالنسبة لنا ما كاينش إشكال كبير، وبالتالي لا نعتبر أن هذه القضية هي قضية ذات أولوية، وعلى هذا الأساس سوف ينظر في هذا الشأن فيما يخص المواد المتعلقة بالموضوع في القانون الجنائي. بما أنكم تتحدثون عن الموضوع، فأنا بندي الآن نص مشروع القانون الجنائي الذي أعد في مرحلة سابقة، ماشي في عهد الحكومة، بل منذ 5-6 سنوات، واللي أعاد النظر في الجرائم المحكوم عليها المحكوم في بشأنها بالإعدام، وقلص الجرائم المحكوم بالإعدام بنسبة كبيرة. والحقيقة التي لا منص منها، وهو أنه بالنسبة للمغرب عندنا موقفين اليوم: موقف ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام، وموقف يقول بأنه ينبغي حصر الحكم في جرائم بالإعدام في القضايا اللي هي خطيرة جدا، وإحاطة الموضوع بمجموعة من الضمانات، وهي ضمانات تستهدف إقرار المحاكمة العادلة. وبالطبع فإنه بالنسبة للدستور، وإن كان قد نص على الحق في الحياة، فالحق في الحياة لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام. أؤكد بأنه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحرية الأساسية، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص على الحق في الحياة، ولكن تقول بأنه ينبغي بالنسبة لعقوبة الإعدام أن تحاط بكافة الضمانات، وأن لا تكون إلا بالنسبة لجرائم خطيرة. وهذا هو التوجه الذي تسير فيه المملكة المغربية، مع العلم أن الحكومة لن تقرر أي شيء، وأنا أقول لكم هذا في انتظار أن تقرر الحكومة قرارها النهائي في الموضوع. وشكراً.
شكرا سيد الوزير، كلمة لكم السفريات. يلا. شكرا سيد الرئيس. أعتقد أن هذا الموضوع هو أثار نقاش طويل ومستمر على مستوى الجمعيات الحقوقية، إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي أيضا. لا نختلف معكم سيد الوزير فيما قلتموه، ولكن نعتقد أن الأمر يكون له أو استمرار المغرب في إعمال هذا القانون المتعلق بعقوبة الإعدام يساهم في تأخرنا في بعض المؤشرات خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان. ونحن لسنا لوحدنا في هذا العالم، هناك قيم كونية لا بد من أن نتفق في شأنها، ومن ضمنها طبعا كما قلتم هذه المسألة، مسألة الحق في الحياة. ونحن نتفهم في بعض الأحيان أن هناك بعض الجرائم البشعة تثير الإشمئزاز والتقزز، لكن طبعا لابد من التفكير، وقد عبرت عن ذلك إبان مناقشتنا للميزانية الفرعية لوزارة العدل، عبرنا عن ذلك من خلال التفكير في بعض العقوبات الأخرى التي يمكن أن تكون زاجرة وفي نفس الوقت أن تساهم في تنمية البلاد وفي فك العزلة عن العالم القروي. اليوم هناك نقاش داخل المؤسسات التشريعية، هناك ربما بعض الفرق ستتقدم بمقترح قانون حول إلغاء هذه العقوبة، ولكن نحن نتمنى أنه، لأن هذا إشكال سياسي وحقوقي، هناك الجانب الإنساني لمن يكون ضحية لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة، ولكن لابد من أن نساير هذه القيم الكونية. ونحن نعلم أن دستور البلاد في ديباجته ينص على أن المغرب يلتزم باحترام الحريات وحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية المتعلقة بذلك. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المستشار، كلمة لكم سيد الوزير. سيد المستشار المحترم، هذا الموضوع راه ما محسوبش مجتمعيا. أحد المواقع الإلكترونية أجرى استفتاء، والاستفتاء طبعا اللي جراه جراه على واحد النخبة، ما غاديش يكون الناس العاديين اللي كيدخلوا المواقع الإلكترونية باش يشاركوا في واحد الاستفتاء. أكثر من 75% من المواطنين الذين أدلوا بآرائهم في هذا الاستفتاء ما زالوا مصرين على عقوبة الإعدام. فحينما نقول نحن، ينبغي من هم هذو نحن؟ المغاربة هل أخذنا رأيهم؟ فالمشكل كبير. وهنايا عندي بزاف الامور تفاصيل في هذا الموضوع، ولكن غنقول لكم حاجه حضرات الساده المستشارين، حضرات السيد الرئيس. يوم 10/12/2012 بيت اليوم، اي اليوم العالمي لحقوق الانسان، احدى محاكم السنه في المملكه قضت بالاعدام. تصوروا الاعدام يوم العالمي لحقوق الانسان. تساءلت وتساءل الناس لما مشينا وشلنا الملف، فاش لقينا أمر يتعلق بشخص قاتل شرطيا سنة 1975، القتل مع سبق إصرار مع السرقة الموصوفة، حكم عليه بالمؤبد. في سنة 80 داخل السجن قتل حارس السجن، حكم عليه بالإعدام. وبعد 32 سنة، أي في سنة بالضبط 97، أفرج عنه، عفوا 2007، سنة 2007 أفرج عنه بسبب عفو. في أقل من 6 شهور ارتكب جريمة قتل مع سرقة الإصرار مع السرقة الموصوفة. قل لي الله يخليك باش غيتحكم عليه؟ حكم عليه بالإعدام. فاسمحوا لي، راه كاين مشكل كبير. أنا لست مع هذه الترسانة القانونية اللي فيها واحد التوسع بالنسبة ل الجرائم التي يحكم بها بالإعدام، ولكن خاصة نعود النظر في الموضوع بما يلائم، الله يجزيكم بخير، يعني
إشكاليات وعقليات وسياقات بلادنا. وشكرا. شكرا سيد الوزير، ونشكر سيد الوزير على مساهمته القيمة في هذه الجلسة.